التدخين ضار بالصحة، جملة بنسمعها كتير وبنشوفها أكتر، ورغم ذلك في كتير من الشباب بيصروا إنهم يدخنوا. النهاردة هنعرف إيه السبب، وكمان هنعرف سبب التدخين عند الشباب رغم معرفتهم بخطورة التدخين. قولي في البداية، أنت بتدخن ولا لأ؟ لا 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 بدخن. أنا بدخن بس بسيط يعني، مش بشراهة. بدخن. لا أنا ما بدخنش. بدخن من 15 سنة. بدخن. والله الحمد لله ما بدخنش. لا ما بدخنش. بدل السجاير والكلام من ده، بدل ما تضر صحتك ممكن تنزل الصبح تجري شوية، تمرن، تنزل جيم. أولاً التدخين مضر للصحة، بدل يعني الفلوس اللي الواحد يصرفها على السجاير وكده، فالواحد ينزل جيم يجري يعني يعمل بقى اي حاجه. مثلا ممكن انت متدخن مثلا وفلوسك اللي انت بتضيعها على السجاير والكلام ده ممكن مثلا تطلع مثلا جزء منها لله، مثلا تجيب مثلا اي حاجه اللي تستفاد بيها. انا ما ادخن صراحه، وكنت ادخن قديم وتركت الدخان لله الحمد. حاجه مش كويسه وبتضر الانسان، وبحاول اساعد كل اصحابي اللي هم يمنعوا عن التدخين يعني. مشاكل التدخين كتيرة يعني، من ضمنها ان لما تصحى الصبح بتلاقي نفسك صدرك قافل خالص، دي حاجة. انت بتضيع عمرك وبتضيع فلوسك وبتضيع حاجات كتير هتفيدك في المستقبل لما تدخن دلوقتي، يعني حاول تبعد عنها من دلوقتي. والله هو لسه مفيش مشاكل، بس ربنا يسترها في اللي جاي بقى. الدخان مضر في الصحة ومكلف مادياً ومكلف جسديا. التدخين بيدمر الصحة وبسبب الوفاة، وكمان بتحرق فلوس، حرام يعني. مشاكل التدخين طبعا بتضر بكل حاجة، لو واحد جاله شوية برد بيبقى البرد مضاعف لأي بني آدم ما بيدخن. قولي أنت بتدخن من وأنت عندك كام سنة، وإيه اللي خلاك تتعلم التدخين؟ هو بقالي سنة بالظبط. اللي بيخلي الشباب تدخن فيه اللي عنده هموم فبيطلعها في السجاير، ودي برضو مش سبب مقنع. وفي اللي مثلا بيشربه عشان اللي هي بيروشنه عشان يعجب حد او كده، تعرف انت هي تعود، اللي هو اصلا هو مش كيف، هو تعود ولعها والسجاير في جيبي. يعني انا متضايق من حاجه دلوقتي رايح اجيب علبه سجاير وانت بتسجل معايا كده. بدات ادخن سني 21 22 سنه، وبعدين كان صديقي يعني بهزار كده وبتاع بيعزم عليا بسجاره خدتها منه فتماديت يعني. بنصرف مياه كل عن 350 جنيه ولا 400 جنيه في الشهر. المفروض يعني بيته بيبقى اولى بالفلوس دي، يعني علبه السجاير على ما اسمع 20 تقريبا او 25 حاجه زي كده في الرينج ده. علبتين في 35 70 جنيه، 70 في 30 ما يعادل مثلا بتاع 1000 جنيه، مش اقل من 3000.